في عندنا التوب جول، يعني احنا خدنا كل الحاجات الصعبه، جينا على اصعب، ما هنسيب لاختياراتكم. احنا اخترنا هدف لياندرو، وكان على فكره في اختلاف كبير جدا، يمكن انا قلت دودو ولياندرو وبعدين زبير قال سفيان الرحيمي، انما في الاخر اسامه هويدي والطاقم الاعداد براء وسيد قالوا ان لياندرو، يعني غلبونا اخوي غلبونا، وللاسف احنا قبلنا بغلبهم واخترنا لياندرو. بس هو هدف حلو زبير. نعم، فنيا هذا الفريق عنده جودة محترمة جدا جدا، كله تسجيله للأهداف، سهولة تسجيله للأهداف، ولكن هنا يشوف الفكرة جاهزة من الأول، وهنا الزحمة أمام الحارس خليته ما يشوفش الكرة. هو لعيب عنده كرة، عنده في دماغه كرة، لعيب هايل وإمكانياته الفنية، هو وفراس، وحتى تراولي لو كان عنده النجاعة تراولي عندهم كرة كثير ويلعبوا بشكل ممتاز. هنا وليد أزارو يحجب الرؤية على الحارس، هدف. طبعا هدف دودو اعتبرنا انه الحارس كان ممكن يعني اثر على جماليه الهدف، كان ممكن يصدها.